لسه مع نشاط السيد الرئيس السيسي. الرئيس النهاردة ترأس اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. السفير بسام رادي قال إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة، وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد السيد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية وبما يبذلون من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبه. وأكد سيادته على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.